خلينا عاملين ايه النهارده؟ فيديو اسطوري جدا 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 جدا، عشان النهارده فيديو النهارده هو عباره عن انا هعرفكم ازاي، يعني عارفين نوعيه الفيديوهات اللي بيجيبوكوا صوره بنت برنامج معين، هو البرنامج ده تمام، اللي هو البرنامج ده النهارده هعرفكم ازاي تعملوه، وفي الاخر هعرفكم اسم البرنامج. اوكي بس يعني دلوقتي هعرفكم بتعملوا ايه فيه. دلوقتي اول حاجة هتقوموا داخلين بتاع ده وتجيبوا صورة وكده، تقوموا ضاغطين هنا، تقوموا ضاغطين على علامة الزائد، هيطلعلكوا كده تمام. احنا ده اللي عاوزين، بدنا يكون في طبقة تانية، هتعرفوا ليه دلوقتي. نقوم لأ، نقوم جايين كده، اختار اللون اللي انت عاوزين، دي اسهل طريقة، اختار اللون اللي انت عاوزين اللي يكون شعر البنت. انا مش عارفة اختار لها البنفسجي، جميل تمام. وبعدين بقى كده عشان اعرف انجز بسرعة، حلو جميل على فكرة. كده حلو خالص خالص، جميل على فكرة، حلو قوي يعني، يلا حلو جميل جدا جميل. طبعا في ناس بقى بيقوموا عاملين حاجة معينة بتخليهم يقدروا ان هما يشخبطوا على الصورة كلها وما يلونش غير شعرها، جد نفسي اعرف اعملها. انا هحاول اعملها، استنى كده، انا عارفه الطريقه بس مش هتظبط، تظبط معايا، عارفه الطريقه تمام. يلا خلنا بقى تدخل على ده، لا لا تدخل على تدخلوا تدخل على ده تمام. بعدها بتقوم ضغطين على الرباط ده، تبقى المفروض ان انت تقعدوا تعملوا كده، والله العظيم ممكن يظبط. لا دقيقة دقيقة، كل حاجة بتخرب دلوقتي، مش عارفة. لا تمام حلو كده. نقوم عاملين ايه بقى؟ المفروض المفروض بقى نعمل كده،
في حاجة تانية ناقصة، في حاجة لأ مش مظبوط على فكرة، مش مظبوط مظبوط. في حاجة تانية ناقصة، يعني تقريبا. المهم قلنا بقى نروح لده، المفروض بقى ان هما يعملوا حاجة الأول كده بقى فاهم. تمام، لا يعملوا بقى ده، كمان بقى الشعر هنا كده، جميل. عملنا الشعر، نعمل الشعر تاني، الدنيا بتتلخبط معايا. تمام، حلو، جميل، حبيت انا البتاع ده، جميل جميل جدا. نعمل ايه بقى؟ حاسه اني عكيت الدنيا، مش عارفه ليه، بس نكمل يعني بجد ما يتقالش عليه غير عك. عندك فكرة؟ خلينا نعمل بني، ولا ايه رأيكم؟ فكر والله كنت تحفة. عفوا، ما تخلينا نسيبه. لا ولا ايه؟ لا لا لا، نازعك نازعك يا ناس. تمام، خلونا نوك، خلونا والله العظيم نوك. جميل ولذيذ. نوك وحش، ايه لك وحش ليه؟ انا عكيكة، انا ليه عكيكة؟ مش انا بتكلم كده ليه، بس انا ليه عكيكة؟ هي يعني الحاجة الوحيدة اللي انا عاوز اعرفها بجد في دنيتي، انا ماذا اني عكيك، قصدي ماذا انا عكيك. تمام، يا نهار اسود. تمام، بعد بقى نقوم جايبين، حبيت خلاص بعيدة عشان نقوم جايبين ده كده، جايبين لون عليها كده، ايوه كده. جميل، المهم انه اسود، جميل جدا. تمام، ويلا بينا بقى نعمل لها جميل كده طبيعي، جميل عشان ايه كده تفتخر بيه. نعمل لها لون بينك على خدودها. الله، الفن يخرب كده جمالك، يخرب كده عك. ايوه، الله عليك يا بنت شمرة يا فنانة، قصدي يا كيكة، خربت العك. عكينا الدنيا، عكينا. يلا بينا نشوف النتيجة. المفروض بقى ان احنا يبقى طبيعي، يعني هنا مش فاهمة ازاي هو مش احنا يا جماعة، ايه ده؟ لأ دقيقة، والله العظيم والله العظيم، انا هنعيده من تاني دقيقة.